Mais tu sais, c'est ça ce qu'on demande. فمش هذا الكلام كما كتشوفوا صدمه كبيره دخلت فيها صاحبه المحل ديال قطرتها ضاع لها كل شيء من بعد ليله سوداء كي كتشوفوا معايا فهي مصدومه هي والزملاء ديالها بعد ما جات ولقات محلها كامل مساليها صدمه كبيره الله يحسن العوان حتى حد ما يبغي لانه يتعرض لهذا الحادث هذا هي كي كتشوفوا ما قدرتش حتى تهضر لانه ما قدرتش توقف لانه ملي جات هي لقات ما كانش كتظن على ان الخسائر كلها كاينه ولكن شاءت الاقدار على انها تفقد المحل ديالها اللي كتقول على ان يلاه جهزاته ما عمرها تخيلات غادي يوقع هذا الشيء في محل اللي خسرت فيه ملايين كثيره وكثيره بزاف فنتمنوا الخير ان شاء الله لهاد الناس لانه الصح كاين خسائر بالجمله خسائر اللي ممكن نقولوا على انها ما تقدرش تكبدها بوحديتها خاصه انها كتقول على ان ما عندهاش اسيغونس فكما كتشوفوا مشاهدينا الكرام كل شيء مشى كل شيء كل شيء فلي برودوي سيرتو انهم كانوا دي برودوي سيميك اللي زادوا من الصدمه وزادوا من هول هذه الفاجعه وهذه صاحبه المحل تحاول على انها تمالك نفسها كما كنشوفوا الله يحسن العون الله يحسن العون إذا المشاهدين الكرام كما كتشوفوا صاحبة المحل دخلت إذا المشاهدين الكرام كما كتشوفوا صاحبة المحل دخلت في أزمة نفسية كبيرة مباشرة بعد ما جات ولقات المحل ديالها كامل مشى ليها بلي برودوي ديالو بالسلعة بكل شيء الله يحسن العوال لأنه هذا الشيء صعيب وصعيب بزاف فكما كتشوفوا صدمة صدمة كبيرة وكبيرة بزاف لأنه دي برودوي كثار مشى وسلعة الله يحسن العوان هذا الشيء خطير وخطير بزاف فصاحبة المحل كما كتشوفوا مصدومة وما قادراش حتى تهضر من هول الصدمة ومن هول شنو وقع واقفة مصدومة هي والأصدقاء ديالها ما قادراش تستوعب فكرة على أنه المحل التجاري ديالها كامل مشى وما غاديش تقدر تخدم مرة أخرى الله يحسن العوان هذا الشيء خطير شنو على أن الناس يكون عندهم شي أسيغونس اللي يعوضهم هي الوقفة ما قادراش توقف الله يحسن العوان الله يحسن العوان حتى هادشي خطير وخطير بزاف تفاصيل الأخرى تراقبوها عبر قناتكم قناة القرب شوفوا فعلا هادشي خطير وخطير بزاف وهي كتحاول على أنها تفقد المشروع ديالها فكما كتشوفوا مشاهدينا الكرام صدمه كبيره مباشره بعد وصول صاحبه المحل اللي جات للمحل ديالها وتصدمات من هول الصدمه تصدمات بعد ما شافت راسها ان لي برودوي ديالها كاملين مشاو السلعه مشات المحل مشى كل شيء مشى فهي مصدومه وكتشوف كميه الخسائر الكبيره اللي كيتكبدها هذا الحريق هذا او يتكبدها جراء هذا الحريق هذا حريق المهوي اللي كان سوق الافارقه هنايا بمدينه الدار البيضاء فالله يكون معاهم لانه بصح هذا الشيء صعيب 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 بزاف لان تكون عندك محل وتجي تلقاه ولا رماد كما كتشوفوا كل شيء تفحم السلعه السعار لي فيرني لي برودوي ديال الاستيتيك ديال لونغري ديال لاكوافيور اللي كامل مشاو بين ليله ونهار جات لقات المحل ديالها كامل مشى فالله يحسن العوان هذا الشيء صعيب وصعيب بزاف كما كتشوفوا باقا هي ما تقبلاتش فكره على ان الصالون ما بقاش وكله تحرق هي مصدومه ودخلت في حاله هستيريا الله يحسن العوان لانه هذا الشيء صعيب صعيب وسط صدمة الجيران ديالها اللي جاو هاد الصباح وتفاجئوا بهاد المصيبة والكارثة اللي وقعت اليوم هنايا في سوق النموذجي التابع لمنطقة أونفا مشاهدينا الكرام فنتمنوا الخير لهاد الناس تفاصيل أخرى ترقبوها عبر قناتكم قناة القرب شوف تي في مشاهدينا الكرام كاسكيت فصدمة كبيرة مشاهدينا الكرام
إذا المتابعين الكرام، هذه صاحبة المحل اللي تصدمات اليوم بعد ما جات مباشرة ولقات المحل ديالها كامل صباح رماد، ليلة سوداء عاشتها. الله يحسن العوال، لأن هذا الشيء صعيب وصعيب بزاف. فهي مصدومة، ما قدرتش حتى تهضر، لا هي لا الصديقة ديالها. كما كتشوف الدموع والحزن في الوجه ديالها من بعد الليلة السوداء، هي والصديقة ديالها اللي كانوا خدامين في هذا المحل، فهم مصدومين ومصدومين بزاف مباشرة بعد ما جات فلقات راسها المحل كامل مشى، المحل كله تفحم وسط صدمة العائلة اللي جاوا الصباح ولقاو راسهم بين النهار ما بقاش عندهم هذا المشروع. هذه هي السيدة اللي كانت البارح حاضرة للحريق، فكما كتشوفوا دخلات في صدمة كبيرة، دخلات في أزمة، لأنه الله يحسن العوان حتى شي واحد ما يبغي مشروع ويمسير قدام عينيه. فبحزن وبألم هي كتحصر على هذا المحل اللي تحول لرماد مشاهدينا الكرام بين ليلة ونهار. الله يحسن العوان مشاهدينا الكرام.